السلام عليكم. اليوم في الفيديو جديد باش نحكيو على القائمة كالعادة متاع ليكيب ناسيونال اللي اختارها منذر الكباير. دخلت نعمل في طلع على القائمة ونشوف في الجوالات اش عاملين في ليكيبات متاعهم، لاحظت ثم حكاية، والحكاية هذه هزتني لحكاية أخرى، يعني حكايتين. نبداو بالحكاية الأولى. عندنا برشا جوالات، ثلاثة ولا أربع جوالات يكوروا في تركيا، اي جوار ولا يمشي لاوروبا يعدي عوية مع ويمينوب تلقى في تركيا. به في العالم كامل، في العالم كامل القانون تاع الكره شنو يقول؟ يقول الجوار يبدا في جمعيته، جمعيه صغيره تك مشي الجمعيه مخير منها ترشق غادي خذته جمعيه كبيره، والا يبدا باريتاب بشويه بشويه اللي يشد في جمعيه متوسطه ويكمل الكارير نتاعو. الا احنا في تونس، في تونس جوار يبدا في البطوله نتاعنا به يعدي لك عوينين 3 سنين، يوصل عمره 23 24 سنه يقول باش نحترف برا خويا ربي يعينك، به يمشي البطوله في اوروبا. قبل كانت لاحظتوش، قبل كان عندنا برشا جوارات يكوروا في الليغ ان تاع فرنسا، زياد الجزيري ما نعرفش شكون، برشا برشا ثم برشا نفكرهم برشا جوارات، قمام دي برشا جوارات يكوروا في ليكيب ناسيونال في الليغ ان تاع فرنسا. كانت تحس هالليغ ان عندنا جوارات النيفو نتاعهم تاع الليغ ان، جمعيات في وسط التابلو يلعبوا على الطيوح، المهم يكوروا في الليغ ان في فرنسا. توا هذوما ما عادش ثم جمل هالجوارات هذيا، ما عادش ثم جمله واحده في فرنسا، ما عادش تلقى جوارات توا حتى في الليغ دو، شوف يلقى بلاصتو شوف ما يلقاش. يكور لك خويا في اوروبا، يمشي يكور عوايمين ولا ثلاثة في كيبا في اوروبا، مثال كما نقولوا احنا اولمبياكوس في اليونان، يكور في قبرص، يكور في بلدان ضعيفة شوية في اوروبا في الكورة، يعدي هكا العوايمين ثلاثة. تقول انت توا بقانون الكره باش تلقاه في جمعيه مخير كما نقولوا احنا، مثال كان يكور في اليونان باش تلقاه ولا في سويسرا في زيريخ، يمشي لك مثال كما نقولوا احنا كيبا تلعب على الطيوح في اسبانيا. لا، جوارتنا احنا الجوارات الوحيدين في العالم يمشي لبرا لاوروبا، في عود يقدم يهبط. ما فهمتش انا، يا العلفه وهما صغار العلفه مش هي ما توصلش، يا جوارات دخلت الكلها تلعب بلا معارف ما يمشي شويه ومن بعد رون مون تاعو يطيح، يا لهنا العقليه خويا مازالو كاكا جوارات. قبل لك الجوار اللي كور لك في جمعيته هو 4 5 سنين 6 سنين في مخه شنو باش يحل؟ باش يحل لك قهوه والا باش يحل لك حماص. توا لا، تطوروا شويه ما عادش هكاك، واما شنو قعدوا هما بيدهم باش يحل لك، يعمل يكون روحه شويه، ما يخممش على الكارير نتاعو، على الكارير نتاعو ما يخممش في جمله واحده، يخمم كيف يمشي يلم فلوس. وهذا يا خويا يضر بالليكيب ناسيونال نتاعنا. هذه حاجه. ثم حاجه اخرى، وانا نتبع في الجوارات بشويه هكا، نتبع بشويه بشويه نلقى ثم جوار اسمه حمزه درا شنو، وقالوا كان يكور في اصله من تونس ومشى لفرنسا، نلقى حمزه اللاعب يوفنتوس الايطالي. وي يا خويا كنا هاو ثم وحيد به، انا ما نعرفوش المحل. دخلت نشوف في سي حمزه، والله عرفت عباره حصيرة، دخلت نشوف فيه نلقاه جوار مولود في تونس هنا في قلعه السنان، ومشى ولا يكور في فرنسا في كيبا صغيره، خذته ليون هو صغير. ثم يوتيوبر قال اليوم مشات تجري وراه، يودي وين مشات تجري وراه، هاي سايبته اليوم سايبته باه، مشى توا في اليوفي كور. ريت الجوار هذايا والله مع كل احتراماتي، مع كل احتراماتي لي وهاولا يامات بينات، الجوار هذايا باش يكور ما كور توا في اقل من 21 سنه في اليوفي، باش يكمل عوايم عوايمين كيما شكون باش يصيرلو بالضبط كيما التيجاني بالعيد. ان شاء الله ما يصيرلوش، احنا نقولوا كيك ان شاء الله يترشح وياخذ بلاصه ديبالا، اما هو هذاك شنو باش يصير؟ اليوفي باش تسيب ويمشي لجمعيه ما اقل. وفي الحلقه الاخرى باش نلقاوه الجوار هذايا يكور وين؟ يكور في البطوله نتاع تونس.
بعد 4 5 سنين مش نقاوه يكور في البطوله نتاع تونس، وهو يبدا مازال صغير، ما نقولوش فان كارير. وان شاء الله يا خويا ليكيب ناسيونال تعمل حاجه في الزوز ماتشويت، بارامون باش يكوروا نهار الجمعه. خويا ان شاء الله مربوح، والسلام.